حبيبي يا درش وحبايبي اليوم السابع منورين النهارده في تحضيرات كليب انت معلمه، انا وبيكا والرقاصه البرازيليه الكبيره لورديانو. قول لي بقى يا عمر، الكواليس ما بينكم جت ازاي؟ وتصريح منك كده، هو انت خلاص رميت جوهر؟ لكن تعرف لا لا خالص، بالعكس سنه الحياه التجديد على فكره يا درش زي ما انت عارف. لا خالص، احنا النهارده انا وبيكا واليوم السابع على طول بين افهاتنا وحاجاتنا ومناسبه تنبسط بده، فقررنا نعمل اغنيه حلوه جدا اسمها انت معلمه، حاجه خفيفه وحاجه جديده خالص وان شاء الله هتعجب الناس كلها. ممكن احنا بص احنا شغلنا عشان نفس الناس يا درش، يعني الناس ممكن تقول الورديانه اليومين دولت كويسه وعليها العين، فاحنا قلنا تمام وزي الفل وهنجيبها للناس نعمل بيها لقطه حلوه جدا ونعجب الناس، بس ده الفكره كلها. ولكن جوهره ممكن اعمال تانيه كتير جايه نشتغل معاها، مش اي مشاكل. عمر كمال خلاص مش هيشتغل مع حسن شاكوش تاني؟ لا هيشتغل مع حسن شاكوش تاني وما بيناش اي حاجه بجد، واحنا اخوات واصحاب، وهتلاقي بعد انت معلم على طول حسن شاكوش نازل على طول، انا شغلي انا وهو. في ايه الجديد بينك وبين حسن شاكوش؟ عايزين نطلع شويه درش من حته المعاكسات او حته الحلويات شويتين، عايزين نعمل قصه شابين تعبوا جدا وشقيوا وحكايتنا من تحت، هنحكي قصه حقيقيه عن حياته وعن حياته. انت معلمه هتطلع هتبقى على الشانل بتاعت عمر كمال ولا حمو؟ على قناتي على الشانل. طب العائد بتاعها هيجي لك انت ولا هنظبطها؟ انا عائد انا، وانا مقابلها مدي البيكا تراك. كده خلاص، احنا وصلنا لاتفاقيات وعرفنا ان احنا بننجح مع بعض في الشارع، فبلاش لازمه المشاكل، خلاص انت تاخد تراك وانا اخد تراك والدنيا ماشيه زي بالظبط. اكس اكس بقت عندي الحمد لله 70 مليون، واللي جايه تبقى عندي شاكوش واللي بعده تبقى عندي كذلك. يعني حمو بيكا مش هياخد جنيه من ال لا قول لي لا 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 بس حمو الاغنيه ده بالتراضي على فكره، خلينا ماشي بس يعني عائد اغنيه انت معلمه يبقى عند عمر كمان. او حمو مش ياخد منها حاجه؟ لا حمو مش، او عشان انا مديله في المقابل تراك كمان عشان التصريح ما يتاخدش، بس يبقى في توقيع بيني وبين حمو. هتمثل مع حمو؟ هتمثل مع حمو بس مفيش تواصيل، يعني هناخد التصاريح وكل الموافقات وهتصل بيهم السبع، اقول لهم تعالوا نورونا في اللوكيشن احنا بنصور. والله ابتديتوا تسجلوا تحضيرات؟ بدأنا. طب غني لي. هنقول انت معلمه في الشياكه والاناقه، نظره منك اقوى طاقه، واخده جايزه في اللباقه، بنتي ناس متعلمه. طب انت معلمه برنسيسه وبنتي باشا، لا بقلاوه دي بغاشه، عملت على قلبك كماشه، بقها قد السمسمه. حبايبي